جرح تتساءل أدواه ودماء تحضن أشلاه يا همّاً منه مواجعنا تغلي فتثور شظاياه جرح تتساءل أدواه ودماء تحضن أشلاه يا همّاً منه مواجعنا تغلي فتثور شظاياه في الشام بقايا من شيخ يبني للجنة مسراه في الشام نحيب من ثكلى دوى والصوت ألفناه في الشام يتيم منتظر أما طلبته لترعاه مدت كفيها حين بدا ليعود الطير لمأواه لحظ الباهون أمومتها والطفل تعثر بخطاه فانهال القصف وما برحت ترتقب البسمة عيناه يا عار الأمة هل تدري أقصانا ضاع نسيناه هل تبغي أقصى ثانية قد تاهت قبل مطاياه لو نطق الصخر من البلوى لتناثر في أرض ماه عجبا والحيرة قد لبست جلبابا فيه رزاياه تجري الأنجاس بمفرقه والغم يعاود شكواه صمتا ما عاد بنا برء والداء تضج بلاياه جرح تتساءل أدواه ودماء تحضن أشلاه يا همّاً منه مواجعنا تغلي فتثور شظاياه جرح تتساءل أدواه ودماء تحضن أشلاه يا همّاً منه مواجعنا تغلي فتثور شظاياه في الشام بقايا من شيخ يبني للجنة مسراه في الشام نحيب من ثكلى دوى والصوت ألفناه في الشام يتيم منتظر أما طلبته لترعاه مدت كفيها حين بدا ليعود الطير لمأواه لحظ الباهون أمومتها والطفل تعثر بخطاه فانهال لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة